السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 13 حالات المادة القسم 4 الأجسام الصلبي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. بسألك أيضا من المستوى 1، يعني قانون تعويض جواب. حجر إسمنتي حجمه، يعني هذا بي 1، ما مقدار التغير في الحجم، يعني دلتا في، عند رفع درجة حرارته 45 درجة سيليزي، هي دلتا تي. مسألة مستوى أول بتجي اختيار من متعدد. دلتا في التغير في الحجم تساوي بيتا معامل التمدد الحجمي، في واحد الحجم الأصلي، دلتا تي التغير في درجة الحرارة. معامل التمدد الحجمي للإسمنت جبناه أيضا من الجدول. الحجم 1 متر مكعب، التغير في درجة الحرارة 45، تطلع 1.6×10^3 متر مكعب. في رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.